يقول: رجل مصاب بمرض الريشة وهو عبارة عن ثقب يحدث قبل فتحة دبر الإنسان ويتسبب في خروج الغائط باستمرار بحيث تتنجس ملابس هذا الرجل طوال الوقت، فكيف يتوضأ؟ هل يتوضأ لكل صلاة؟ أولا عليه أن يعالج عند الأطباء لعلهم يجدون له علاجا يسد هذه الفتحة. ثانيا مسألة الصلاة، نعم الصلاة يلزم لها الطهارة، خروج الشيء من خروج الشيء من البول أو الغائط ولو من غير الدبر والقبر، خروج الغائط أو البول ينقض الوضوء ولو خرج من غير السبيلين ينتقض وضوءه، وما يخرج فهو نجس يجب غسله. فعليه عند الصلاة أن يتعاهد نفسه وأن يضع على هذا الفتحة ويضع عليها شيئا يمنع الخارج، يستنجي ويضع شيئا على هذه الفتحة يمنع الخارج ويتوضأ ويصلي، نعم، ويغسل ما أصابه من ثوبه أو بدنه.